حديقة الحيوانات الافتراضية تتيح للزوار فرصة التعرف عن عديد من الفصائل المهددة بالانقراض في العالم عبر تجربة تقوم على تقنيات الواقع الافتراضي. يركز عرض حديقة الحيوانات الافتراضية VR Zoo الجديدة على تعزيز الوعي العام والمساهمة في الحفاظ على البيئة الطبيعية من خلال تعريف الزوار بعدد من الفصائل المهددة بالانقراض في منصة تفاعلية فريدة من نوعها، تتيح إمكانية المشاهدة بأسلوبين مختلفين، يتضمن إحداهما مشاهد مصورة فعليا في الطبيعة، في حين يتضمن الخيار الثاني تجربة افتراضية مع العروض البصرية بالكمبيوتر. الديناصور كلمة لاتينية معربة، وهو حيوان منقرض هيمن على سطح الأرض لمدة 160 مليون سنة منذ أواخر العصر الثلاثي حتى نهاية العصر الطباشيري، وانقرضت معظمها بعد تلك الفترة. النمر يعتبر في العديد من الثقافات النمر رمزا للقوة والشجاعة نظرا لحجمه وقوته ومهارته الافتراسية، وهو من الثدييات، ويعتبر النمر من القطط الكبيرة. الدلافين من الثدييات وليست من الأسماك، بالرغم من كونها تعيش في المحيط. تتنفس الدلافين الهواء من خلال أنفها الواقع في المنطقة العلوية من رأسها. وحيد القرن الحيوان الثدي البري الأكبر بعد الفيل، يمتلك قرنا على أنفه. هذا الحيوان مهدد بالانقراض لأنه يتعرض للإبادة بسبب قرنه، حيث يقال أن له فوائد طبية مما شجع على كثرة اصطياده وإبادته. رائد الفضاء هو شخص يتم تدريبه بواسطة برنامج رحلات فضائية. لابد ألا ننسى رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي حقق طموح زايد. يهدف البرنامج إلى تدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين وإرسالهم إلى الفضاء للقيام بمهام علمية مختلفة.